يعني بارك الله فيكم، هناك بعض الأمور التي تحدث ربما رغما عن الإنسان، يعني إن كان قد أبيح للمرأة أن تتذوق الطعام دون أن يدخل إلى جوفها، فإذا دخل منه شيء هذا أمر، خطأ يعني على سبيل نعم الخطأ. على سبيل الخطأ، هذه واحدة. الأمر الثاني الذين يعملون في العطارة، وأحسب أن هذا السؤال متداول الآن كثيرا، يعني الذين يعملون في العطارة يدخل إلى جوفهم غبار هذه العطارة، وربما يكون له ذوق، يتذوق هذه العطارة، هو لم تدخل عن طريق الفم قاصدا، وإنما الغبار دخل عن طريق الأنف، زي اللي بيعملوا في العرقسوس وما إلى ذلك. ما حكم هؤلاء؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فأولا كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رياح وغبار، نعم ليس كذلك؟ نعم وربما دخل الغبار في الأقوام، وربما دخل أدخلته الرياح، وكان هناك من يعملون أعمالا في الطحين ونحو ذلك، وقد يدخل غبار منهم رغما عن نعم ليسوا بمتعمدين لذلك. وكذلك البخور كان متواجدا زمن النبي صلى الله عليه عليه الصلاة وسلم، والسلام. ولم يرد أي نهي عنه للصائم. فلذلك بالنسبة لهذه الأمور غير المتعمدة لا أراها تفطر، والله أعلم.